قبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو، خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا، وهي ان شاء الله بدايه من بكره تم فتح باب الانضمام لعضويات ذا جورني. لو انت عايز تعرف ايه هي الخدمات او ايه هي المميزات اللي الشركه بتقدمها لاعضائها، تقدر تعرف ده كله من خلال الرابط اللي هتلاقيني سايبه لك في صندوق الوصف الخاص بيه كل التفاصيل دي. ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهارده هنتكلم فيه على اختبارات الانديه. في الفيديو بتاعنا النهارده بنقدم لكم فرصه مجانيه تماما لنادي بيلعب دوري ممتاز. هقول لك على التفاصيل كامله في الفيديو ده، فاتفرج عليه للاخر. قبل ما ندخل بقى في تفاصيل الموضوع، لو انت لسه ما دخلتش الجروب بتاعنا، هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف، تقدر ان انت تدخله دلوقتي. ندخل بقى في تفاصيل الموضوع عشان ما نطولش على الناس اكتر من كده. والنادي اللي هنتكلم عليه النهارده هو نادي بيلعب دوري ممتاز زي ما قلنا في اول الفيديو، والنادي ده هو نادي بيراميدز. بس للاسف الفرصه ديت لمواليد قطاع البراعم بس، اللي هم من مواليد 2010 لحد 2014. بالنسبه لقطاع الناشئين مفيش ليهم اي فرصه في الفيديو بتاعنا النهارده. بالنسبة لاختبارات نادي بيراميدز معمولة، هي كانت شغالة من فترة واتمدت لأسبوع كمان. الاختبارات بتتعمل يعني أيام السبت والاثنين والأربع من كل أسبوع، بس هو ده آخر أسبوع، فإن شاء الله من يوم السبت الجاي هيبقى يوم السبت والاثنين والأربع الجايين هي آخر فرصة في اختبارات نادي بيراميدز لقطاع البراعم. وكمان الفرصة ديت مجانية تماما، يعني مفيش استمارات، مفيش رسوم دخول، مفيش الكلام ده كله، الاختبارات مجانية تماما. وده اللي احنا عرفناه، او دي المعلومات اللي وصلت لينا. زي ما قلت لك مواليد 2010 لحد 2014. طبعا نادي او الملعب بتاع نادي بيراميدز في الدفاع الجوي، الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، من الساعة 5 مساء او 5 العصر الاختبارات بتتعمل. فان شاء الله اي حد من مواليد 2010 لحد 2014، او حد عنده اكاديمية، او ايا كان الشخص عنده لعيبه مميزه بس في قطاع البراعم، يقدر ان هو يروح يعرضهم على النادي مباشره بدون اي رسوم وبدون اي استمارات ولا الكلام ده كله. هي دي الفرصه اللي كنا بنتكلم عليها في الفيديو بتاعنا النهارده. وبكده نبقى وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا النهارده. لو انت حابب تسال في اي حاجه سيبها لي في الكومنتات على الفيديو ده وهيتم الرد عليك.